صبايا في كثير منكم عم تقولوا لي نات بدك تعلمينا كيف نوحد لون الجسم او لون البشره. انا عندي قناعه كامله انه اللي بده يعمل تان او بده يعمل اي شيء بجسمه لازم الجسم يكون ناعم ولازم يكون في لون موحد. كثير بنات بيعملوا تان بيكون جسمهم مبقع، فمع البقعة ومع الشمس تخرب الدنيا. أول شيء أنا دايماً بحكي عن KP Duty Scrub، هيدا هو كتير منكم أكيد شايفينه قبل. KP Duty Scrub حاطين عليه Dermadoctor صورة الدجاجة. الدجاجة هي basically هيدا السكراب في acids وبنفس الوقت في مثل ملح أو salt بينحط على بشرة ناشفة. انتو بعدك ما حطيتي مي على جسمك، بتفركي جسمك فيه لمده 3 دقائق الى 5 دقائق، بتعملي هالشيء 3 مرات بالاسبوع. اساسا هو عليها دجاج الباكيت لانه للناس اللي عندهم تشيكن سكن، فهن حاطين صورة الدجاجة لأنه في ناس بتعاني من بشرة اسمها chicken skin فبتكون هيك مثل مطبات صغيرة، وفي ناس بيعانوا من شعر تحت الجلد، وفي ناس عندهم حبوب بجسمهم، وفي ناس عندهم تصبغات وبقع. كل هالقصص لازم نتخلص منهم، لازم كل بنات وحتى شباب يكون جسمهم صافي ناعم ما في كل هالقصص. ونعالجها كيف بنعالج؟ بنستعمل الكي بي ديوتي سكراب على جسم ناشف لكل جسمنا من 3 دقائق الى 4 دقائق، بعدين بنغسله بمي بارده. لما نخلص بنحط هيدا الكريم ندهن المنطقه كلياتها، وهيدا علاج يعني بدك تعمليه 3 مرات بالاسبوع لمده شهر. كثير بنات استخدموه بيقولوا بيلاقوا فرق بسرعه. انا ما عندي لا شعر تحت الجلد ولا عندي ما عندي شيء، بس انا بستعمله للنعومه لانه والله العظيم ما في حدا مثلا بالغلط بيدقروا لي ايدي بينقز وبيقولوا اف كيف هالقد ناعم.